ولا ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين وانحنن الليالي الشدايد. المرزم والكالف والغين والشن. المرزم نجم وهو من ألمع نجوم السماء وأشهر نجوم القيظ وأحرها، والكالف هو المزارع مأخوذ من الكلفة أي التعب، فالمزارع يتعب بنخله ليل ونهار وهو الشخص الذي يأكل من عرق جبينه، والغين هي النخلة. ومعنى البيت أنه إذا رأينا رؤيا العين نجم المرزم طالع قبيل شروق الشمس بالجهة الغربية الجنوبية فهذا أمارة وعلامة على أن الصيف بدأ يلملم متاعه ليرحل عنا، فما بقي من الصيف كثر ما راح، ودليل وأمارة وعلامة على اختلاط أصناف التمور ونزولها بالأسواق، فبعض النخيل يجي بأول القيظ وبعض النخيل يجي بآخر القيظ وبعض النخيل يجي بقمة القيظ. بعض البشر لا من ربي عطاها تجمعوا حساده وكونوا حلو، ولا جيت في القمة تحمل هواها ترى هوى القمة يجي دائما صلف.